كوكو بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحتكم هانيه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم الخبز وفي نفس الوقت البطبوط من نفس العجينه. غادي نشارك معكم غير البطبوطه البنات، يعني العجينه، وبلا ما نوريكم لان عارفين كل واحد عارف الطريقه ديال العجينه ديالو. واصلا ديجا شاركت معكم هنا، دايره الفرن ودير شويه ديال الطحين بالقمح او الزرف، كل واحد كيفاش كيقول له. درت شويه ديال الفرن وشويه ديال الزرف والملحه والخميره كما كتشوفوا هنا. كما قلت لكم البنات، شويه ديال الملحه وشويه ديال الخميره اللي درت هنايا لا غير البنات، ومع الطحين ديال الفرن مع الطحين ديال الزرف او القمح. وهنا بسم الله غادي نبدا، غادي نحاول نطلق داك الخميره ديالي بعدا مع الملحة. نطلقها مزيان ومن بعد غادي نخلط ديك الساعة العجينة ديالي كاملة بدون دلك البنات، بدون مجهود. يعني العجينة اللي كديرو ديال الخبز منها غادي نديرو تعجنو عجنة وحدة، وغتاخدو منها الخبز وغادي تاخدو منها العجين بالضبط. ان شاء الله تجي ناجح 100% منفوخ خاوي من الوسط. ما تشبعوش من البنات، غير جربوا هذه الطريقه وما غاديش تندموا. هكا صافي، من بعد ما طلقتها كنحاول نخلط الحين ديالي من الجن الوسط، راه كلشي تيعرف يعجن، هي كل واحد وطريقته. هكايا صافي، غادي نستمر بنفس الطريقة حتى الثاني. كيف ما قلت لكم البنات، العجين بدون حليب بدون زيت بدون حتى شي حاجة من عجين الخبز، ديرو شحال من حاجة، ديرو منها خبز وديرو منها الضبوط. هكا ماشي، إلا مكانش عندنا الحليب وما كانش عندنا الزيت ما يمكنش نديرو الضبوط. المهم البنات، بلا ما نطول عليكم الفيديو، غادي نكمل العجينه ونوريكم الشكل النهائي ديالها. ها انتم البنات شوفوا العجينه ديالي من بعد ما ساليتها، هكا العجينه تكون شويه مخفوفه، يعني طريه ما تكونش قاطحه وما تكونش عاوتاني جاريه بزاف. دابا غادي ندوز باش ندير خبيزات اللي غادي نخليهم باش يخمروا للفران، وعاد من بعد غادي نديروا الخبز ديال البطبوط. هنا البنات خديت البصله ديالي، درت عليها واحد المنديل، ثم غادي ندير هنايا السنيده ديالي، سنيده رقيقه هذا البنات البطبوط تقدروا تقرصوه حتى في دقيق الفورص، حتى في دقيق الفورص الزرعي. شوفوا البنات راه العجينة تطرطق، شوف دير هاد الفقاعات، واخا مدلكاهاش مزيان البنات، والله مدلكاها مزيان، غي دوزت عليها وزدت، راكم عارفين بلا ما نقولكم. صافي غادي نكور هاد الخبيزات هادو، غادي نديرهم هكا يطلقوا شويه، ولا طلع فيهم واحد شويه الخميره. هكا نكورهم، غنزيدو فيها اصلا البطبوط. انا ما غاديش نكثرها البنات حيت غير انا وراجلي
يعني غندير في الثلاجه وغنبقى ناخذ فوق ما بغيت، ولا حتى جيتو ما غاديش تتعكز لي داك العجينه، وعاد نوضي تعجني وعاد نوضي تخلي قلت نصايبو ونخلي الثلاجه تنغطيها ترتاح واحد شويه اولا تطلق، ومن بعد غادي ندوز باش نقرطها في نفس السميده يعني هنايا. نبعد لكم الكاميرا شويه باش يبان لكم. هكا غادي نبدا نقطع العجينه غير شويه شويه البنات، حيت انا بغيتهم صغار. غادي نجيب غنحاول نتبع يدي بشويه د الماء باش العجينه تبقى تمشي معايا بسهوله. هكا غنديرهم غير صغار البنات، ان شاء الله. هالبنات بغيت غنبقى نشارك معكم الافكار ديال الكوتي الاسبوع كامل. على فكره البنات راه يقولوا لي ما كنتش عندك الثلاجه ولات عندك، فراه دارنا ملي جاو عندي هما عندهم وحده صغيره وجابوها ليا ما كيخدموهاش، دابا شاركتها معكم. غير قديمه كانت عندنا في الدار وهما ما كيخدموهاش، كيخدموا غير وحده اخرى كبيره، وهذه كانت غير محطوطه، وملي جاو عندي جابوها ليا ما خدموا ليا، جابوها باش نبقى نخدمها حتى نشري ان شاء الله. هكا غندير وحده فوق وحده، وبالنسبه للدار دابا نشارك معكم البنات، يعني دابا نشارك معكم الدار كيفاش ولات يعني من بعد الاصلاحات، واخا مازال ما مفرشينهاش وبزاف ديال الحوايج ناقصينها، ولكن الحمد لله الحمد لله اللي ربي يسر لينا في هذا الشيء وطيبناها، طيبنا هذا الشيء اللي فيها دابا، ونحمد الله ونشكروه. هاكا هي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي، وكنقولكم شحال ديال الخبزات عطاتني هاد العجينه هادي، خديت منها ثلاثه ديال الخبزات، واللي بقى عاد هنا درت ليه الضبوط، وغادي يعطيني الخير والبركه كما قلت لكم. انا غنبقى غير ملي نبغيها هكا يا ملي نبغي نطيبو نجبدهم نلقاهم واجدين. كتوجدو ليهم غير الحشوة وتعمروهم، مكياخدوش منكم وقت كتير. ان شاء الله غنشارك معكم حتى الطريقة ديال الورقة ديال الصيلة كيفاش كيفاش تحتفظو بها في الثلاجة، وبالعجينة ديال المسمن كيفاش تحتفظو بها في الثلاجة وتجبدوها في الوقت اللي بغيتو. وغنشارك معكم حتى خبز الطوطيلة أولا خبز ديال الطاكو إن شاء الله، غير وحدة وحدة البنات. وما تنساونيش مني لايك، لي لايك البنات، ويلاه أول مرة كتشوف القناة ديالي ما تنسيش ديري اشتراك إلا كان عجبك المحتوى ديال القناة، ولايك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. والبنات اللي عندي كنقول لهم مرحبا بكم ديما، مرحبا والف مرحبا، وما تنساونيش مني لايك تاعكم باش تزيدوا تشجعوني اكثر واكثر، نحفظ اكثر واكثر ونجتهد اكثر. دابا لحد الان ما عندي سبعه ديال الخبيزات، عندي سبعة غادي نزيد، قولي هنايا تقريبا واحد جوج ولا ثلاثة،
فكوفا دير واحد المنديل وتقرصوهم غير شويه البنات غير شويه ماشي بزاف، انه هو ما غاديش نتسناوهم حتى يخمروا مزيان، ما غاديش يخمروا بزاف غير شويه، وغادي نطيبوهم. عطاتني 10 ديال الخبيزات اولا 10 ديال البطبوطات هنا البنات، عطاتني 3 ديال الخبزات. وبالنسبه للخبيزات ديال هادو راه تبارك الله غير يجيو كبار على البطبوط، لان البطبوط كاين اللي كيبغي صغير، هو واخا انا راه درت زعما خياط صغير ولكن راه تبارك الله غير يجيو كبار، هانتوما غتشوفوا الحجم ديالهم كي غيكون. هانتوما البنات شوفوا ها جوج أربعة ستة ثمانية عشرة ديال الحبات، غنخليهم هكا يرتاحوا، غادي نحولهم لهنا قطعة أولا قطرية وغنخليهم يرتاحوا. هكا بديت أنا نقرص الخبيزات ديالي ديال الفرن، إلا بديت أنا قرصت الخبيزات ديالي اللي هما ثلاثة غادي نقطعهم دابا وغنخليهم جنب باش يخمرو، وغندوز باش نقرص هادو وغادي غنخويا الصينية هادي فيها غادي نقرص، غنشد فيها واحد المنديل باش نقرص هاد الخبيزات هادو نحطهم هنا. حنا درت هاد المنديل هنا في الصينية البنات، غادي نقرص دابا الخبيزات ديالي. نخلي على الصباع ديال الكوكوطه البنات، ما لقيتش كي ندير فكتها سمحوا لي. صافي شوفوا البنات انا قرصتها، غادي نقلبها على الظهر ديالها هو اللي يكون من فوق. غندوز ليهم كلهم، غادي نحاول ندير ليه الزيتو ديال الصينية وغادي نضوب لهم عاوتاني حيت ما تخافوش منهم، ما غاديش كيما قلت لكم ما غاديش نخليهم يخمروا بزاف غير شويه. صافي غنستمر بنفس الطريقة حتى نسالي الكمية كاملة لي عندي، ونخدم البنات واحد ربع ساعة بحال هكا. صافي ونبدا نطيب، منخليهمش بزاف بحال هكايا، صافي غندير منديل دابا فوق منهم وغنضوب لهم، وغادي نعاود نضوب لهم إلا كان يصلح ليا غنعاود نضوب لهم من مرة ثالثة. صافي البنات ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله باش نطيبوه. ها انتما البنات شوفوا انا ضوبت كل شيء درتو في هاد الصينيه، ها ثلاثه من تحت وحده من الفوق ديال 10 وثلاثه هادو تحت وثلاثه تحت كامل، يعني ثلاثه في ثلاثه في وحده، ثلاثه في ثلاثه في ثلاثه في وحده. المهم درتهم كلهم هنايا، غادي نحاول نغطيهم كما قلت لكم واحد ربع ساعه، يعني ما خلوهمش بزاف، الماكسيموم واحد ربع ساعة. صافي ونبدا نطيب، أنا غندير عليهم غير شي منديل خفيف، يعني أنا ما عنديش غرض يخمرو ليا. صافي غندير واحد المنديل خفيف ونخليهم يرتاحو شوية غير يتلقو بلاتي ونبدا نطيب. انا حبيبتي كما كتشوفوا انا درت المقله ديالي تسخن من بعد ما دازت ربع ساعه على البطبوط ديالي وهو تيخمر، غادي ندوز باش نطيبوه. دابا درت المقله كتسخن، النار اللي هي متوسطه غادي تسخن المقله ديالي
وغادي نبدا نطيب في البطبوط. شوفوا البنات راه غير كيرتاح، راه ما كنخليهش حتى يخمر. ها نتوما كتشوفوا، ها نتوما كنخليه غير بحال اللي كيطلق اولا كيرتاح صافي. ومن بعد كندوز نطيب. عم كنتمنى هذا عشان طيب معكم على المباشره البنات ديريكتومون بدون ما نقطع الفيديو، غادي تشوفوا النتيجه ديال الخبيزات كيفاش كيتنفخوا وكيفاش كيوليو. نستعن بهاد الملعقه الخشبيه وغادي نوجد هاد الطبيق ديالي. هذا البنات اللي ديجا شاركتو معكم، هذا اللي صيباتو ليا ماما الله يخليها لي، وتا انا كنعرف نصيبهم ان شاء الله. الا بغيتو كيفاش نوريكم الطريقه كيفاش كيتصيبوا هادو بدك العشب ديال الحلفه مع هاد الورق ديال بوبي كادو وبالخيط ديال الصوفه، وكيتصايبوا حتى بالخيط ديال الصوفه ديريكتومون كله، وكيتصايبوا بلي ساشي ديال التقضيه هادو اللي ولاو دابا ديال الثوب بواحد الخيط عاوتاني ديال السبيب. ان شاء الله غادي نوريكم الاشكال فيت واقيلا شاركتهم معكم، كنت شاركتهم معكم في واحد الفيديو مني كنت في البلاد في دارنا، كنت شاركت معكم هذوك الاعمال اليدويه اللي كدير ماما. المهم البنات هذا ماشي موضوعنا دابا، خديت هذا الطبيق هذا وغادي ندير فيه منديل هكا باش منين نطيب نحط فيه. المقله ديالي خاصها تسخن مزيان، ما غاديش نخليها بارده وندير الطبوط، خاصها المقله تكون سخونه مزيان هكا. صافي المقله ديالي ها هي سخنات، ملي تحسوا بالمقله ديالكم سخنات صافي غنهزها غير في يدي هكايا وغادي نديرها. ما تنثقبوها ما والو البنات، ما تقبوها ما والو، انا عندي المقله صغيره داكشي غنطيبو غير وحده بوحده، ما غاديش تهز ليا جوج جوج، غنطيب وحده بوحده. وها نتوما كتشوفوا النار زدت ليها واحد شويه في النار، ما مجهداش بزاف وماشي ناقصه بزاف، غير شويه تكون متوسطه صافي. هانتوما هو السر ديالو البنات، كل مره تقلبوه ما تخليوش يطيب، ما تخليوش يتحمر من واحد الجهه عادو تقلبوه، بقاو كل مره تقلبوه، هذاك هو السر ديالو باش تيتنفخ. وهكا تنكونو درنا بطبوط من نفس العجينه ديال الخبز، سهل واقتصادي في نفس الوقت وبلا تضيع الوقت، كل حاجه نعجنوها بوحديتها فراه من عجينه وحده يمكن لينا نديرو بزاف ديال الاشياء. من بعد ان شاء الله كما قلت لكم غنشارك معكم نفس عجينه الخبز، غادي نشارك معكم هذا الورق ديال ولا داك الخبز ديال التورتيلا اولا ديال التاكوس هكا. نقلب ما نخليهاش حتى تحمر، يعني غنبقى نقلب كل مره. انا نقرب لكم الكاميرا باش هكا تشوفوا كلشي على عينيكم. هكا كل مره نقلبوها كل مره حتى تنفخ لينا وتولي خاويه من الوسط. الى لاحظتوا راه بدات كتنتفخ، يعني بدات كتنفخ، ولكن مع ذلك ما نحبسوش من القليب، كل مره نقلبوها حتى تنفخ، ديك الساعه عاد تنخليوها تحمر شويه وتنحيدوها.
وإلا كنتو غادي يعني ما غاديش تستعملوا هذيك الساعه غادي ما غاديش تحمروها مزيان، غتخليوها في الثلاجه حتى تبغيو تخدموها، وكتجبدوا هذيك الساعه كتسخنوها شويه في المقلاه ومن هانيت كتحمر. هانتوما البنات ها هي بدات كتنفخ، شوفوا هانتوما ها هي تتنفخ. شوفوا البنات غادي نعاود نقلبها، ها هي تزيد تنفخ اكثر. شفتوا البنات هذا هو السر باش ينجح لكم الضبوط، غادي تبقاو كل مره تقلبوه كل مره. ها هي دابا خاويه من الوسط بلاتي ان شاء الله، وغادي نفتح لكم وحده وغادي تشوفوها. تيجي هشيش رطب بركه البنات. انا ما غاديش نحمرها بزاف حيت ما غاديش نستعملها دابا، غادي نكتفي غير هكايا. غادي اللوح الاخرى هكا، ما غادي كما قلت لكم ما غادي تقبوها ما والو، كتخدموا بها هكاك يعني كتاخذوها كتحطوها هنا، وها نتوما راه بدون اختمار بدون حليب بدون زيت بدون حتى شي حاجه. شوفوا البنات خاويه صافي، غادي نقلب هذه حتى هي غنبقى نقلب فيها حتى دير فحال هذه يعني حتى تنفخ ليا، من بعد غنخليها تحمر شويه. شوفوا ها نتوما البنات انا غنفتحها لكم دابا باش تشوفوا. ها نتوما شوفوا البنات خاويه من الداخل، انجح طريقه يمكن لكم ديروا بها الضبوط هي هذه البنات، جربوه ما غاديش تندموا. غنشارك معكم هذه الثانيه وديك الساعه نكمل الطياب، غادي تكونوا شفتوا على عينيكم الضبوط ناجح 100%. ومن بعد ان شاء الله ما نكمل الكميه كامله اللي عندي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالهم النهائي كاملين. هاهي بدات كتنفخ، شوفوا لاحظوا البنات شوفوا صافي. من بعد ما تنفخات كما قلت لكم انا ما بغيتهاش تحمر صافي، غادي نحيدها وندوز الاخرى. راه في ساعه البنات كيطيبوا في ساعه ما تيتعطلوش، من بعد ما كتسخن المقله راه كيوليو يطيبوا في ساعه.
حنا البنات انا سانيت البطبوط ديالي، شوفوا راه طيبت الكميه كامله اللي عندي. ها انتما راه خاوي من الوسط، خاوي شوفوا كله البنات كله راه طلع نفس الشيء كامل تنفخ. هنا كما كتشوفوا انا راه مثلا ما بغيتش نحمره بزاف حيت مازال من بعد مني غنجبدو من الثلاجة، عاد غادي نكمل ليه غنسخنو وعاد نعمرو. دابا ما غنفتحو ما والو، انا البطبوطه ديالي راه برد. هذه اللي فتحت معكم في الاول، شوفوا كي دايره خاويه. صافي غادي نجمعوا هكايا أربعة ونديرهم في منديل ونديرهم في بلاستيك. هانتوما البنات ها هما أربعة، دابا تندير منديل هكا ونغطيهم. نغطيهم مزيان بحال هكا ونديرهم بلاستيكة ونعقد عليهم وندخلهم الكونجيلاتور أو الثلاجة، يعني في الفريكو خاصهم ضروري يكونوا جامدين. ملي غتبغيوهم غتجبدوهم وغادي ديرهم في المقلة غير شوية يتطلقو وبعد تعمروهم وتحلوهم وتعمروهم. أنا دابا ما حليتهم ما والو، بهاد الطريقة هادي. وإن شاء الله راه ملي غنجبدهم وندير لهم الحشوة ديالهم غنشاركهم معكم وغادي تشوفوا كيفاش غادي يبقاو، ما يوقع لهم حتى شي حاجة. وهنا البنات كما كتشوفوا انا طيبت الخبز ديالي اللي درتو مع البطبوط النيت، شوفوا راه كيجي شي شهوه وخاوي. انا طيبته دابا، راه دازت بزاف ديال الوقت، تقريبا شي 45 دقيقه ولا حتى 50 دقيقه باش عجنت البطبوط. طيبته من بعد ربع ساعه وهذا من بعد 50 دقيقه عاد طيبته، يعني تخمر. ها انتما كي كيجي البنات، نتمنى تجربوا البنات هاد الوصفه هذه وتردوا عليا، وما تنساونيش من لي لايك. واذا كانت الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي ولا اول مره كتلي تشوفي فيديو ديالي، ما تنسيش تكليكي على الزر الاحمر او الابوني وتفعلي الجرس باش هكا يوصلك كل جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال يا ربي. خليكم على خير، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.